مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من ترانز. النهارده هيكون معانا اخبار كتير متنوعه ومختلفه وكل الترانز اللي حصلت على مدار الاسبوع. ودلوقتي يلا نبدا حلقتنا بفقره ترانز اوف ذا ويك. حفل عالمي في الاقصر، صراع هالاند وصلاح، وهنتكلم كمان عن ايقونه ذهب مصر. يلا بينا نعرف التفاصيل كلها. مدينة الأقصر كانت متصدرة الترند عالمياً في الأيام اللي فاتوا، وده بسبب الحفل الأسطوري اللي اتعمل فيها بمناسبة احتفال دار الأزياء الإيطالية العالمية ستيفانو ريتشي، وده كان بسبب اليوبيل الذهبي ليها. الاحتفالية بدأت بحفل عشاء أقيم في معبد الأقصر، وكان من ضمن فقراته مجموعة من العروض منها التنورة والتحطيب وفقرة خاصة للمزمار الصعيدي. وبعدها في نفس اليوم أقيم عرض أزياء مستوحى من الحضارة الفرعونية بمعبد حتشبسوت، وأحيا الحفل الفنان العالمي أندريا بوتشي. والاحتفالية استمرت لمدة 3 أيام بحضور أكثر من 500 شخص من حول العالم، جم مصر ب 13 طيارة خاصة ومنهم شخصيات فنية عالمية. الحفلة دي لو هنخرج منها برسالة واحدة هتبقى هي إن قد إيه مصر كبيرة وعظيمة بحضارتها وأرضها وشعبها، وده اللي خلى واحدة من أكبر دور الأزياء العالمية تسيب الدنيا كلها وتيجي هنا علشان تحتفل باليوبيل الذهبي ليها. تاني ترند معانا النهارده هو خاص بنجم مصر محمد صلاح. صلاح اتصدر الترند خلال الايام الاخيره في مصر وانجلترا بسبب تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول واللي قالها بعد مباراه فريقه ضد الارسنال في الدوري. كلوب في تصريحاته دافع عن محمد صلاح ورفض اسئله الصحفيين واللي بتقارن بين محمد صلاح وهالاند لاعب نادي مانشستر سيتي، وقال انه بيرفض المقارنه دي من الاساس، وقال ان صلاح بيعمل اللي عليه في الملعب وحتى لما مش بيسجل مع الفريق بتكون مساهماته كبيره جدا. وطبعا اللي بيتابع الدوري الانجليزي عارف ان جمهور نادي ليفربول عايش حاله من الحزن والغضب الفتره الاخيره، وده بسبب سوء النتائج اللي بيقدمها الفريق كله بشكل عام، واللي كان اخرها المباراه اللي خسرها ليفربول من ايام ضد نادي أرسنال بنتيجة 3-2، وهي النتيجة اللي بعدت ليفربول مبكرا عن المنافسة على الدوري. ومن نجم عالمي مشرف مصر كلها في ملاعب كرة القدم لنجمة عالمية مصرية تانية مشرفة مصر برضو في مجال الرياضة، وهي دينا مشرف. دينا اتصدرت الترند مصريا وعالميا خلال الأيام اللي فاتت بعد ما اختارتها مجلة فوربس العالمية ضمن قائمة أفضل شخصيات مؤثرة تحت 30 سنة، علشان تبقى دينا بالاختيار ده أول لاعبة تنس طاولة في الشرق الأوسط تنضم للقائمة دي. دينا ملقبة بأيقونة الذهب المصري ولسه فايزة ببطولة أفريقيا في شهر سبتمبر اللي فات، ودينا حققت كتير من الإنجازات على المستوى المحلي والدولي والأفريقي كمان. وكتير من الصحف العالمية اهتموا بالتكريم ده وقالوا عنه أنه إنجاز غير مسبوق بتحققه لاعبة منتخب مصري والنادي الأهلي، وهو الإنجاز اللي بينضم لقائمة الإنجازات الكتير اللي حققتها دينا مشرف، واللي منها مثلا ان دينا اول لاعبه تنس طاوله مصريه وعربيه وافريقيه تصل للمركز 29 في التصنيف العالمي للعبه، وده اللي خلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرمها ويمنحها وسام الرياضه من الطبقه الاولى. وبكده نكون خلصنا فقره ترندز اوف ذا ويك.